قدمته للناس، القيمه اللي انت قدمتها للناس. قدمت ضحك ان انت طول ما بلا هدف، يعني ضحك بلا هدف. هي دي قيمه. كده معانا كريتانو ومع احمد السيد. اتحدد النهائي دوري ابطال اوروبا، خلاص عرفنا الفاينل. المواجهه هتبقى يوم 1/6 بين ريال مدريد الملكي وبين بروسيا دورتموند الجائع والطامح ان هو يعمل مفاجاه وياخد الشامبيونز ليج لاول مره في تاريخ بروسيا دورتموند. الفريقين دول وصلوا ازاي؟ طبعا عارفين ان مباراه ريال مدريد كان بيقابل بايرن ميونخ في السيمي فاينل، قدر ان هو يتعادل في مباراه الذهاب 2-2 وكسب في مباراه العوده في سانتياغو برنابيو بنتيجه 2-1، ودي مباراه الذهاب انا عملت لها حلقه واتكلمت عليها. وكذلك باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في السيمي فاينل، قدر دورتموند يفوز في المانيا في سيجن اوتونا بارك بهدف مقابل لا شيء، ورجع في فرنسا عمل مفاجاه وكسب بهدف مقابل لا شيء. عملت حلقه هتنزلكم في رابط من فوق اتكلمت فيها عن مباراه الذهاب وشرحت تحليل وقلت توقعاتي مين اللي هيوصل للفاينل، وكانت توقعاتي بصراحه خلينا نكون فيها توقعات ريال مدريد هيعمل بي اس جي، لان ما كنتش متوقع بصراحه مباراه العوده ان دورتموند هيعمل مفاجاه ويفوز على باريس سان جيرمان، لان توقعت ان باريس ممكن مثلا يكسب 2-1 ممكن يكسب بالبنالتيز، ولكن كان مفاجاه بالنسبه لبي اس جي ان هو يخسر في اللقاء بهدف مقابل لا شيء وكميه فرص غير طبيعيه. كل الفرص كلها جت في العرض، بما لك ان تتخيل ان اربع فرص جت في العرض لفريق بي اس جي وبدلك بصراحه بتحس ان ربنا كاتب ان دورتموند هو اللي يوصل للفاينل. والمباراه الاخرى ريال مدريد وبايرن ميونخ، عايزين نتكلم عن مباراه العوده اللي فازت ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وهل بايرن ميونخ ظلم ولا لا بهدف ما اتحسبلوش؟ ومعايا الحاله وهنتكلم عليها ونشرحها يعني لحظه بلحظه. وطبعا يعني انا ملخص القصه كلها ان ريال بايرن لا يلومن الا توخيل، وتوخيل لا يلومن الا نفسه، لان الراجل بصراحه لك انت تخيل ان المدير الفني مباراه الذهاب كان كسبان 2-1، فجاه ريال مدريد بتعادل معاه 2-2 فين؟ في اخر 10 دقائق او اخر ثلث ساعه. مباراه ثانيه في مباراه العوده نفس السيناريو، بيبقى متقدم لغايه اخر ثلث ساعه ويجي بعد كده ريال مدريد يتعادل ويكسب 2-1. ده يبين لك ان الراجل ده مش مدير فني كره قدم، ده مدرب تنس طاوله، ده مدرب سباحه، ملوش اي علاقه بكره القدم. ماتشين يتكرر نفس الاخطاء، هنتكلم على اللي عمله توخيل وهتكلم على التغييرات اللي عملها وهتكلم على اداره التكتيك الفاشله اللي عملها، تحس ان الراجل فني الحين ملوش اي علاقه بكره القدم. كمان غير اخر حلقه اتفرج عليها من ريان سبسكرايب في القناه، فعل زر الجرس وضغط لايك الجامد الفيديو. خلينا نتكلم على الماتشين دول، مباريات العوده من دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد وبايرن ميونخ وبي اس جي وبروسيا دورتموند. الكوره الثاني فما حاجه، جول 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 يا نهار ابيض. خلينا نتكلم عن المباراه الاولى، كانت ما بين بي اس جي وكانت ما بين بروسيا دورتموند. المباراه دي كانت في فرنسا على ملعب بي اس جي، كل الناس توقعت وقالت ان بي اس جي هو اللي هيكسب، البي اس جي هو اللي فرصه احسن، بي اس جي على ارض وسط جمهوره، البي اس جي هيسيطر ويستحوذ على اللقاء وهيقدر انه يجيب هدف ويجيب الثاني، وكل قال ان بروسيا دورتموند في مباراه العوده مش هيقدر يقف قدام بي اس جي. ابتدت اللقاء مفاجاه غير متوقعه، ان بروسيا دورتموند بيكرر نفس اللي كرره مباراه الذهاب، نفس السيناريو، نفس الاداء، نفس التنظيم في الملعب. فرقه بصراحه معاه مدير فني يورجن كلوب جاي في الطريق، المدير الفني الالماني لفريق بروسيا دورتموند، تحس ان هو يورجن كلوب جديد، الراجل منظم الفرقه، الراجل موقفها صح، الراجل بتلعب بشياكه في ارضيه الملعب، عارف انه بيلعب قدام خصم قوي، قدام يعني قوه هجوميه غشيمه، بتتكلم في كيليان امبابي، بتتكلم في فابيان ريويز، في فيتينيا في نص الملعب، في عثمان ديمبيلي، في باركولا، فكل الاسماء دي اسماء قويه تقدر ان هي تفك التكتلات الدفاعيه بالمهاره بالسرعه بالفنتات من المرويات بالتسديدات من خارج المنطقه. فانا كل اللي هو عامل المدير الفني الالماني بروسيا دورتموند ان هو قفل منطقه وسط الملعب، لعب على الجيل الدفاعي بحت، مش عايز اي يعني يخش في اي اهداف، هقفل واعمل دبل تيمينج فينس يعني اثنين على واحد، يعني كل المواقف الهجوميه بالنسبه لبي اس جي والدفاعيه بالنسبه لدورتموند اثنين على واحد، دايما بتليش واحد على واحد ابدا، لا كل من المرات اثنين على واحد، والعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده، عندي سرعات موجوده، عندي واحد زي سانشو واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في فريق بروسيا دورتموند بيقدروا ينقلوني في الهجمات المرتده، وهلعب طبعا على الكور الثابته والركلات الحره والركلات الركنيه. لغايه طبعا المباراه يعني بي اس جي الشوط الاول مفيش اي خطوره، تحس ان بي اس جي خايف الى حد ما، مش عايز يهجم، عارف ان في مشاكل دفاعيه كتير عنده، فمش عايز يهجم هجوم غاشم هجوم قوي، حاول يعني مناوشات بسيطه، ولكن الشوط الاول ما تحسش ان بي اس جي اخطر واقوى. ودورتموند طبعا النتيجه دي بالنسبه له ما احلى وما اجمل من كده، ان انا اطلع 0-0 في الشوط الاول دي حاجه كويسه. لغايه طبعا لما جه الشوط الثاني مفاجاه ركله ركنيه بيقدر دورتموند يجيب عن طريق هامز السنتر باك لفريق بروسيا دورتموند، مفاجاه طبعا في ملعب فرنسا كل لعيبه بي اس جي
جي استغربت، كل لعيبه بي جي اتخضت من الهدف اللي هو هدف عبيط، هدف اهبل، باين اللي باين لك حاله الديفنس مش على ما يرام في فريق بي جي. حتى مباراتهم زي ما قلت قدام برشلونه، برشلونه بصراحه بهدلهم في مباراه الذهاب، مباراه العوده كان مبهدلهم لولا طبعا الطرد بتاع اروخو، كانت النتيجه هتبقى في سكه ثانيه، وكان زمان برشلونه هو اللي بيلعب دلوقتي قدام بروسيا دورتموند مش بي جي. لبي جي مشاكل وكوارث دفاعيه، هدف اهبل ما يخش فيه فريق قوي، فريق يعني بعملاق، فريق كبير، كورنر عبيط بيخش فيهم كورنر اهبل، بيبقى النتيجه 1-0 صالح بروسيا دورتموند. طبعا لويس انريكي كده هدفين دخلوا فيه، فلازم يعوضهم، يعمل ايه؟ هجوم كاسح وناري، بص ياخد الاخضر باليابس بالقلع باللابس، تسديده في العرض من كيليان امبابي، ثم تسديده في العرض من الليفت باك بتاع بي جي، وتسديده في العرض ثاني من فيتينيا، وتسديده في العرض ثالث من امبابي، فتحس ان كور جت في العرض، يعني تحس ان هم منشنين في العارضه لعيبه بي اس جي. فبادلك بادلك ليه بي اس جي ما قدرش ان هو يرجع ويعدل النتيجه، وبتخلص اللقاء 1-0 صالح بروسيا دورتموند. المباراه الثانيه اللي هنتكلم عليها طبعا المنتظره من اهل المتابعين والعشاق الكره المستديره، وهي طبعا لقاء العوده ما بين بايرن ميونخ وما بين ريال مدريد. لو نيجي نتكلم على المباراه، ريال مدريد بنفس اسلوب سيناريو اللعب، بنفس طريقه اللعب ب 4-3-3، طبعا على الجهه الثانيه عوده لدي ليخت في سنتر باك في فريق بايرن ميونخ لتوخيل. هل توخيل بدا بشكل مظبوط وشكل سليم؟ انا بصراحه ما عجبنيش الراجل بنفس الاسلوب، ريال لعب 4-2-3-1، لعب بلاي ميكر موسيالا، وحط هاف ليفت جنابري، وحط هاف رايت ساني مع سترايكرز هاري كين. انا في ماتش الماتشات زي دي لا، انا كنت حابب نلعب 4-3-3، تحط واحد زي جوريسكا جنب الاثنين في نص الملعب، بحيث تلعب 4-3-3، وواحد زي الفونسو ديفيز بالحاله اللي انت يعني شفناها في المباراه. كنت انا حاسس ان هو لا يلعب على جنابري مع بدايه اللقاء، وخاصه انت عندك يعني ريال مدريد لما يجي يهاجم طبعا عايز يفوز وعايز يكسب، عايز يفضي مساحات ورا، عندك سنين بالصعود وعندك الفونسو ديفيد بالكاونتر اتاك والهجمات المرتده، هيقدروا ان هم يخلخلوا فريق ريال مدريد وهيقدروا يجيبوا هدف. يعني كنت حاسس ان انت هيبقى ليك شكل في نص الملعب اكتر، لكن تتخيل ان الشوط الاول سيطره واستحواذ بالكامل ريال مدريد على بايرن ميونخ، كروس وتشاوميني وفالفيردي بينزل معاهم بيلينجهام مستحوذين بالكامل على اللقاء. الشوط الاول ما كانش فيه بس اللي فرصتين خطيرتين، الفرصه بتاعه فينيسيوس جونيورز اللي جت في القائم ردت لرودريجو شاطها تصدها حارس نوير، بعدها جت هجمه لفريق بايرن ميونخ برده تسديده من خارج المنطقه لهاري كين، خدها فيرست تايم على الطاير كده وان تاتش صعبه طبعا على الحارس سالوني ان هو يطلعها، ولكن تحس ان هو يعني جابها يعني بانقاذ ولا اجمل من كده بترتيب صوابعه لتطلع كورنر. فالشوط الاول هجمه هنا وهجمه هنا، ولكن سيطره واستحواذ وبوزيشن اكتر، لك تخيل مثلا وصل ل 70% لصالح فريق ريال مدريد، ولكن دون خطوره على المرمى، مفيش فرص كتير للريال الشوط الاول. ريال بايرن ميونخ بالكاونتر اتاك والهجمات المرتده، حصل اصابه للجنابري، نزل الفونسو ليفيز مكانه. نبتدي الشوط الثاني، بايرن ميونخ طبعا زي ما هو بنفس الاسلوب، الريال حاول ان هو يكثف هجماته اكتر، كل لعب مايل اكتر عن طريق الجبهه الشمال عن طريق ميندي وفينيسيوس جونيور، بيميل عليهم بيلينجهام، ساعات ساعات بيميل عليهم رودريجو، مديهم طبعا انشيلوتي حريه حركه الثلاثي الامامي، بيقدر في هجمه مرتده وكاونتر اتاك تقريبا في الدقيقه 65 ونقدر بايرن ميونخ يجيب هدف عن طريق الفونسو ديفيز بتوغل وخدها كده. زي ما اتكلمت في المباراه اللي فاتت، الراجل حط التاتش بتاعه، والمباراه دي برده حط التاتش بتاعه، يعني انت لازم عارف انت لما بتجيب طبق كشري وفاضل انت تحط الصلصه، لا توخيل بيعمل طبق كشري ويجي في الاخر بدل ما يحط صلصه بيحط تراب ويقول لك كل، فانت طبعا بيجي لك تسمم. ده اللي حصل للفرقه، جالها تسمم من بعد التغييرات اللي عملها المدير الفني توخيل. اول تغييره متخلفه وغبيه عملها لما نزل كيم وقلب طريقه اللعب، ما تفهمش ازاي ل 5-3-2 صرف. الراجل حط كيم جنب تاير جنب ديليخت، قام جاب المزراوي حطه ناحيه اليمين، قام جاب الفونسو ديفيز سحبه من الحته اللي هو بيحبها وقام حطه كجناح شمال، ودخل كيميتش مع الاثنين بتوع نص الملعب، وطلع موسيالا وحط طبعا قدامه مولر مع الاسترايكرز هاري كين، قام سحب بعد كده هاري كين وحط شيكو مواتين. تخيل ده تشكيل بايرن ميونخ اخر تلت ساعه، بتتكلم في اسماء وطريقه لعب غريبه مش مفهومه، اسماء موجوده في الملعب، واحد تشيبو مواتنج مكان هاري كين، هاري كين كان بيسحب الفرقه اللي قدامه كان محطه، ولك تخيل بعد الهدف هاري كين جات له اعتقد فرصه، يعني كانت خلاص هي دي كانت هتقتل المباراه يبقى هدف ثاني للباير، لا انت تقوم ايه سحبه مطلعه وتنزل تشيبو مواتنج، واحد من النجوم اللي كانت متالقه الفونسو ديفيز وفاتح لك جبهه وكان واخد مهام هجوميه عشان السرعات ويستغل تقدم كارفخال، وطبعا عدم عوده فالفيردي للدفاع وعدم عوده ريجو للدفاع، وكان فاتح جبهه من نار ناحيه الشمال اللي هو انت محجمه، خليك لا جناح تاخد الخط بطوله وتجريب طوله. تغييرات تحس سام كاري
سام كاري مدرب تنس طاوله، مدرب باليه نائي ملوش علاقه بكره القدم. طريقه اللعب غريبه، 5 3 2 بخرين يلعب 5 3 2، مزراوي يلعب كجناح يمين وتجيب كيميتش تحطه في نص الملعب. الراجل انشيلوتي قاعد بره اللي قالك فيه كثافه دفاعيه، والراجل كل اللعيبه بتنزل لنص الملعب سواء رودريجو او فينيسيوس جونيور او بيلينجهام، مفيش حتى سترايكرز موجود. فالراجل طبيعي قالك لا لازم انزل مهاجم، عنده خوسيلو بره لازم انا انزله. دخل ادى انشيلوتي مفتاح المباراه وقبله الحياه، قال له اعمل فيا اللي انت عايزه. الراجل قام منزل سترايكر، الراجل يعني بيجي هدف لذينا من فينيسيوس جونيور، خطا طبعا من نوير. لو مفيش مهاجم موجود في الحته دي ما كانش حد اي حد قدر يستغلها يقدر يعمل فولو عليها ويجيب هدف التعادل. ضغط من الريال، هجوم ريال، يعني انت خليت فرقتك تبقى متحصره الثلث ساعه الاخيره دي. طب ليه بدون داعي بدون نجوم؟ انا كنت حافظت على نفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب، هاري كين موجود وعندي ساني موجود وعندي الفونسو ديفيز موجود، تغييراتي تبقى بسيطه في نص الملعب. لو انت عايز تنزل مثلا جوريسكا مكان موسيالا وتلعب 4-3 ودمتم ودمتم. يعني التغيير اللي يتعمل طبعا تغيير كين ملوش لازمه، تغيير مولر ملوش لازمه، تغيير تشيفو ماتينج ملوش لازمه. الموضوع يا باشا ما فيهوش الا ثلث ساعه، لا تقول لي اجهاد ولا تقول لي لياقه بدنيه. بايرن ميونخ ما كان بيجي في ارضيه الملعب. الفرقه الالمانيه ما لهاش علاقه بموجود الاجهاد وموجود اللياقه البدنيه وموجود ان الفرقه تقع مني اخر ثلث ساعه. ده يا باشا ما بيطبقش على الفرقه الالمانيه، ده ما كان بيجي في ارضيه الملعب وممكن عندهم استعداد يلعبوا كل يوم مباراه، متأسسين صح وبنيان يعني بدني صح. انا تغييراتي تغييرات فنيه وليست بدنيه. يبقى فنيه يبقى انا لما اجي اطلع انزل واحد زي جوريسكا مكان موسيالا يلعب 4-3-3 جنب الاثنين في نص الملعب، ودمتم موجود الفونزو ديفيز ناحيه الشمال مع ساني ناحيه اليمين مع هاري كين بس، وكمل باقي المباراه ثلث ساعه على التشكيل ده. انا بقول لك ان المدير الفني انشيلوتي ما كانش هينزل خوسيليو، ما كانش هيلعبه لولا ان انت اديته مفتاح الحياه بنزول كيم ويبقى جنب الاثنين سنتر باك. ضغط 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 ضغط، طبعا كتر الضغط بيفك اللحام، بيقدر ريال مدريد يجيب هدف ثاني. طبعا مش تسلل وما بقاش اي حاجه، وهدف صحيح بتصريحه من روديجر خوسيلو، فيقدر يجيب الهدف الثاني 2-1 لريال مدريد. والجونين ايه يعني في اقل من دقيقتين؟ ده يبين لك الراجل لاعب بره ملوش اي علاقه بكره القدم. لا يلومن جماهير البايرن الا تخل، لا يلومن رئيس النادي وطبعا اوليفر كين وحسن صالح حمديتش الا تخل. تخل هو اللي سبب وخرج البايرن. انا واحد من الناس عارف وكنت متاكد، حتى كان في ناس بتكتب لي في الكومنتات لا يا احمد النهائي بافاري النهائي الماني ما بين البايرن وما بين تورتمون، قلت لكم لا بايرن مش هيوصل لان في واحد ما يقدرش ان هو يوصل لعيبه البايرن الفاينل. ماتشات دي بتبقى عايزه تاكتكس وعايزه مدير فنيين. لكن تتخيل لعيبه البايرن هي اللي بتلعب، انت بتتفرج على البايرن حتى كلها مجهودات فرديه، كلها مهارات شخصيه من اللعيبه الموجوده، اسماء كبيره موجوده في ريتم الملعب. ولكن في وقت من الاوقات انت بتحتاج لا يبقى في مدير فني ينظمني، مدير فني يوقفني، مدير فني يساعد اللعيبه ان هي تطلع بالنتيجه البار للامان. وده كان اللي محتاجه البايرن اخر تلت ساعة، محتاج مدير فني فاهم، محتاج مدير فني يقفل، محتاج مدير فني يعرف الخطأ فين، محتاج مدير فني ان هو الريال خلاص خلاص هيهجم صابت ولا اتنين عور. طبعا ما فكرش تفكير دفاعي، لا انا لازم ابقى عندي فكر ان انا العب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده، انا اجيب الثاني واجيب الثالث. عندي سرعات موجوده، عندي الفونسو ديفيز استغله، عندي ساني، عندي هاري كين يقدروا بالسرعات بتاعتهم ان هم يجيبوا التاني ويجيبوا التالت، والبايرن كان هيقدر ان هو يجيب. ولكن طبعا توخيل كان ليه راي تاني، لا ان احنا نامن ان احنا طبعا نلعب ال11 جوه منطقه الجزاء ومش هنعمل اخطاء ومش هنعمل اي حاجه. لا مش قدام ريال مدريد الكلام ده تعمله، قدام اي حد تاني مش قدام ريال مدريد. انشيلوتي عمل تغييرات، قام منزل ابراهيم دياز وقام منزل لوكا مودريتش او منزل كامافينجا. طب انت هتقفل على مين ولا مين؟ هتصد على مين ولا مين؟ هتقفل على مين؟ اسماء بص يا باشا، هدف اول هدف تاني لغايه طبعا ما تيجي اللقطه الجدل التحكيم اللي عليها يعني الناس كلمت فيها ريال مدريد. الحكم اخطا، الحكم اخطا يعني. ولكن انا دايما لما كان حتى مباراه برشلونه وريال مدريد اتكلمت ايه، الريال مش محتاج حكم ان هو يساعده عشان خاطر انه يفوز بالمباراه. خطا تحكيمي كارثي من مارتينياك حكم اللقاء، ومش الحكم اللي اخطا، لا ده الحكمين يعني حكم الرايه اخطا ومارتينياك اخطا.
الكوره اتلعبت طبعا وصلت لدي ليخت، دي ليخت سددها في الوقت اللي هو قبل ما يسدد دي ليخت حكم الرايه رفع الرايه، قام طبعا الحكم اللقاء مارتينياك قام مصفر قال اوفسايد. لعيبه ريال مدريد انت بتتفرج على اللقطه، لعيبه ريال مدريد كلها وقفت على التسلل ما شفناش ضغط من جامد يعني على دي ليخت، حتى شفنا لونين رفع ايده ما طرش على الكوره. انا كنت واثق ان طبعا لو كان الحكم عمل ويت اند سي كان هيقدر لون انه يطلعها. انا طب حوالي ريال مدريد والفوز بالتحكيم والفوز بالقرارات التحكيميه مش محتاج، يعني ريال مدريد مش محتاج ان التحكيم يساعده زي ما انا طلعت واتكلمت بعد مباراه برشلونه، مش محتاج ان التحكيم يقف معاه وان الحكام يقف معاه وان ياخد تعاطف الحكام وان يبقى فيه ناس بيبقى انا حاسس ان انا لازم اقف معاهم عشان جماهيرهم اكبر قاعده جماهيريه على مستوى العالم. مش محتاج، الريال فريق كبير بجماهيره وكبير كبير بلاعبته، فريق كبير برئيس النادي اللي موجود فيه، فريق كبير بالمدير الفني اللي موجود معاه، فمش محتاج ان انا يعني كوره تيجي ان انا اقوم يعني ما اطبقش القانون فيها ويعني اظلم فريق بايرن ميونخ في اللقاء زي ده. طب انت تتخيل ان انت الكوره دي مثلا لو كان لونين صدها كان هتبقى النتيجه 2-1، طب لونين لو كان يعني ما قدرش يصدها وكانت هدف صحيح للباير الريال كان هيكسب، كنا هنروح لاكسترا تايم. وكان انت شايف المنظر عامل ازاي؟ شايف الفرقه عامله ازاي؟ شايف انت بتخيل الفرقه بتلعب بتشوفو ماتينج وبتلعب بنص الملعب مزراوي ناحيه اليمين و5 3 2 مع كيم جنب طاير جنب تيليخت وكيمتش دخل في نص ملعب باشا، مين اللي هيهاجم؟ قول لي انت مين اللي هيهاجم؟ مولر طبعا الراجل يعني نزل مفيش ياقه اصلا تساعده ان هو يلعب، كل المفاتيح الهجوميه اللي موجوده وكل الاسماء اللي موجوده قتلها تخل وطلعها. فالريال كان هيقدر يجيب في الاكسترا تايم، لا ده كان هيجيب هدف تاني وكان هيجيب هدف تالت، وكنا شفنا النتيجه خلصت مثلا 3-1 او خلصت 4-1 لريال مدريد. فمش محتاج، مش محتاج ان انت تحط اثاره تحكيميه وجدل تحكيمي وخطا تحكيمي بدون داعي بدون لزوم، بتحط شبهه على فريق ريال مدريد بدون داعي برده وبدون لزوم، وبتظلم فريق بدون داعي وبدون لزوم. لا طبق القانون وخلاص وخلي النتيجه وكل الناس قاعده بتتفرج وانا بتفرج الريال هيكسب هيكسب، وكان ده واقعي وكنت عارف ومتاكد ان توخيل هيعمل اخطاء كارثيه هيضيع فيها بايرن ميونخ وهيوصل فريق ريال مدريد الفاينل بسبب توخيل، والكلام ده انا متوقعه وشرحته في الحلقه وقلت توقعاتي من قبل الحلقه ما تحصل، عارف نفس السيناريو ده. توخيل اتمنى ان هو طبعا تتم اقالته من فريق بايرن ميونخ، مدير فني ضايع دمر فريق بايرن ميونخ، ثلث ساعه يا راجل مش قادر تحافظ على النتيجه، فين في الماتشين في الذهاب وفي العوده بتتخذ على قفاك في ماتشين بتخلص اللقاء طبعا 2-1 لفريق ريال مدريد، هارد لاك لجماهير بايرن ميونخ، مبروك ريال مدريد وصلوا للفاينل قبل بروسيا دورتموند. اتمنى ما يحصلش ظلم تحكيمي في الفاينل، مش عايز اطلع اتكلم بقى تاني في الفاينل ان يبقى فيه خطا تحكيمي الريال مش محتاج حد يساعده مش محتاج حد يقف معاه. اتمنى ان التحكيم يبقى سليم في المباراه، ما يبقاش فيه اخطاء تحكيميه، ما يبقاش فيه قرارات تساعد يعني الريال زي ما بيحصل في مش محتاج، والله العظيم ما محتاج. الريال طبعا مرشح الاقوى والابرز ان هو يفوز في الفاينل وتبقى المباراه البطوله ال15 في تاريخ ريال مدريد، هو على الورق ونظريا ومنطقيا فوارق فنيه شاسعه، واعتقد السيناريو في الفاينل هيبقى يعني وان سايد جيم، ريال مدريد 70-80% بوزيشن مقابل 20%. هل يقدر دورتموند يعمل نفس النتيجه اللي عمله تيمبيج ويخطف بكاونتر اتاك بهجمه مرتده يخطف بكورنرز؟ هنشوف ونتفرج. ولكن الريال مفاتيح اللعب بالاسماء لا مرشح بقوه 70-80% انا وجهه نظر الريال بطل تشامبيونز ليج و20% بروسيا دورتموند. ويت اند سي ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل في مباراه الفاينل يوم 1/6 ومين يتوج ببطل لدوري ابطال اوروبا. بس ده كانت حلقه كمان كابتن احمد سيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.